اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن بشير التبعي. اهلا يا كابتن بشير. اهلا يا ريس، ومساء الورد مساء الفل. مبسوط ان انا مع الموسوعه النهارده، سخنان شكله عليا. دكتور وليد الحديدي مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، تحياتي الكابتن بشير حبيبي. بقول لك تابعت الحلقه من اولها، كابتن توفيق السيد كان عمل تصريح قال لك اعاده مباراه الزمالك والبنك، فانا قلت اذا ترتب اعاده يبقى لازم تشوط محمد عادل. يعني اذا هو قال كلام بناء على ايه؟ قال لك لو التسريب ده حقيقي وان الكابتن محمد عادل قال فعلا اللي بتاع الفار ان الكوره مش بينالتي ولف بجسمه وعمل بينالتي، دي فده خطا في تطبيق القانون، فاصبح لازم وواجب انه يتعاد اي خطا في تطبيق القانون بشكل عام تعاد بناء عليه المباراه. قلت له ايوه، بس ده معناه ان يترتب عليه شطب الحكم، لان انت استندت في عدم تطبيق القانون لكلام، وده اكد ان الراجل اعترف ان الكوره مش بينالتي، لف عملها بينالتي، يبقى غير رايه. حلو قوي. لازم يتشطب صح ولا غلط؟ لا، انا هتكلم على قد فهمي في موضوع التحكيم ده. هو النهارده لما خلينا في الواقع عشان بس ما نخرجش بره. لا في الواقع طبعا. هو النهارده لما هو يقول الكوره دي مش بينالتي وحاجه زي كده للراجل بتاع الفار، هو بتاع الفار ماله؟ يعني بتاع الفار ده مثلا هو بيختم استدعاه، بس القرار نهائي استدعاه عشان يبص القرار نهائي للحكم بس كده. ان هو يقول له الكره تتحسب او ما تتحسبش او الكره دي ما تتحسبش ويروح يحسبها، انا مش شايف ان دي مثلا بيعاقب عليها. يعاقب عليها ليه؟ الكلام ده لما يتسال مثلا في تحقيق ولا حاجه على حاجه معينه ويقول لا ويعمل عكسها، انما عادي. ايه المشكله؟ تبرير ان هو يقول الحاجه وبعدين يلف بجسمه في 3 ثواني يستدير بجسمه. حلو قوي. في حاجه في قانون، في حاجه في قانون اللي ولا حاجه في دماغه اتغيرت فجاه؟ ممكن كده، بس مفيش حاجه بتقول ان يتعاقب على حاجه زي كده، انه يتعاقب على حوار بينه وبين الفار تقصد؟ بالظبط كده. في اي كلام خارج داخل مفيش حاجه، مفيش اي نص يقول كده. وليد انت الكلام ده مقتنع بيه؟ بس في النهايه احنا ما سمعناش كل مستدعات التاريخ في الفار، كل محادثات الفار. يعني مثلا انا اديت مثال باسامه ابو علي، ما هو الفار استدعى الحكم، كان مين؟ كان حكم ماتش الاهلي محمود بسيوني. صح؟ قال له ده في دفع، فقال له لا، لافف حتى ما خدش 5 ثواني، بص عليها اعتبره احتكاك طبيعي في الكوره وما حسبش. ما هو برضه احنا ما سمعنا، يعني اقصد ان في مواقف كتيره جدا ضربات جزاء بتعدي الفار. لا مش بتعدي، الفار بيستدعي وبيحصل حوار مع الحكم. احنا ما بنسمعوش، ده اللي انا اقصده، احنا ما بنسمعوش. واهداف تسللات بتتحسب او لا، والعكس ما بنسمعوش. صح. كور فاولات في ال 18 بنسمع، اشمعنى دي؟ هل عشان سربت؟ ما ممكن يكون بيحصل مليون مره. انت ايه رايك في يعني في الموضوع؟ اولا هو الفكره من تسجيل الحوارات ما بين غرفه الفار وحكم المباراه ان الحوارات دي بتكون موثقه علشان الرجوع ليها رسميا من جانب اداره الاتحاد. ما يكون في خطا او حاجه، ما يكون في خطا او مشكله او اي شيء، التسجيلات معترف بها قانونيا بالنسبه لاداره اتحاد الكوره، يعني يقدر يرجع للتسجيل. تاني حاجه، الحوار اللي بيدور ما بين الحكم وغرفه الفار بما انه حوار رسمي مسجل فهو بيعبر عن قناعات الطرفين. يعني الحكم لما يقول دي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، لا دي طرد، لا ما ينفعش تبقى طرد، لا ده في تداخل ما فيش تداخل، دي قناعاته الحكم، والفار كذلك. لكن الحكم قناعاته بتبقى اوقع لانه صاحب القرار. يعني حتى لو الفار قال له لا، هي اللي بتجوب، هي اللي بتجوب. الفار لو قال له دي ضربه جزاء، حتى لو الفار كلامه له صح. طبعا هو الحكم في الاخر مساعد، احنا بنسميه. تخيل في الموقف ده، في الموقف ده كان واضح هو قال كذا وبعدين لف عمل كذا. ما هو الانطباع من خلال كلامه هو المسجل اللي هو عارف انه مسجل انه انطباعه ان هي مش ضربه جزاء. فلما على فكره هو لو كان معلقش او لو كان قال ضربه جزاء، من حقه في الاخر دي لعبه تقديريه، يقدر يقول لو ردت من الارض لايده انا شايف انها ضربه جزاء ويلف يحسب. لكن هي الاساس المشكله انه قال لا مش ضربه جزاء او ما اقتنعش بيها وراح صفرها. طبعا والمصيبه بقى الاكبر والازمه الاكبر ان المحادثه اتسربت، فاحنا كده قدام مشكلتين كبار. حكم عنده قناعه حسب عكسها، صفر عكسها، وفار او حوار فار اتسرب بدون وجه قانوني وبدون شكل رسمي. دي فضيحه يمشي فيها اتحاد. يعني الاتحاد مش حكم بس، اللجنه كلها طبعا. مش لجنه اتحاد كره يا كابتن، هي اللجنه دي تحت ده دي الحاجه الوحيده اللي اتحاد الكره بيديرها في الدوري. يعني دي الحاجه الوحيده اللي اتحاد الكره بيعملها في الدوري كله، مالهاش علاقه بالجدول والمسابقات ولا كل ده مع الرابطه. الحاجه الوحيده اللي اتحاد الكره بيعملها انه بيدير
مدير لجنه الحكام مش عارف كمان يديرها، كمان المحادثات بتتسرب. يعني سيبك من المستوى الفني وسيبك من القرار وسيبك كل ده على قد محمد عادل، اتشطب ما اتشطبش، توقف ما توقفش، دي مش مشكله. لكن اتحاد كوره بتتسرب حواراته بدون علمه بدون قرار رسمي منه، لا دي فضيحه كرويه متكامله. يا دكتور وليد طبعا ده انفراد يحسب لزميلنا احمد عبد الباسط، هو يعني شاب صحفي نابغ الحقيقه طبعا. يعني شاطر، وفي برنامج زميلنا ابراهيم فايق، والانفراد يحسب لهم الحقيقه يعني بصراحه يعني حق الله. بس كابتن احمد عادل عمل تصريحات للقناه 24 قال لك مش لك تصريحات، خليني برضه اقولها يعني. قال انه التسريبات دي غير صحيحه. طبيعي لازم يدافع عن نفسه. قال كده ان التسجيل الذي اذاعه برنامج الكره مع فايق مزور وغير صحيح، ساتقدم ببلاغ الا مباحث تكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام، ساقاضي البرنامج وشركه الفار، ما اذيع ليس صوتي. كويس بقى عندنا مرجعيه اهو خلاص. يبقى لو صوت كابتن محمد عادل مخصوص احمد عباسط يعني؟ لا طبعا انا متاكد طبعا يعني طبعا دكتور وطبيعي لازم يدافع عن نفسه، يحط الصوت ويحط الحرف ويحط احمد عبد الباسط الحقيقه شاطر ومميز، محدش قال حاجه يعني ومش أكيد. هيطلع ولا حد هيلعب في التسجيل ولا الكلام. بس ما دام بقى في مرجعيه قضائيه كابتن محمد عادل نفسه اللي ارجحها، يبقى كابتن محمد عادل تتحمل مسؤولياتك. لو ما كانش صوتك الكل يطلع يعتذر لك، واللي عمل كده يتحاسب. بس لو صوتك يبقى تتحمل مسؤولياتك. ازاي بس يا دكتور؟ اصلا ليه اصلا حد يطلع طلع التسريب ده ليه؟ هو قانوني؟ لا ده انفراد. لا انفراد خبر يا كابتن. ده لا اقول لك ده فتنه دي. لا لا ده فتنه طبعا مش قانون. لا اللي طلع على اللي غلط مش الاعلام اللي ذاعه. ازاي؟ الاعلام فتنه مش انا بقول على الاعلام يا شمال انت زي الفتنة لا إيه؟ الفتنه ده من الراجل ده اللي طلع التسريب، طلعه بره الراجل ده خلاص. ده شطاره من الـ من الـ من اللي خده. لا مش شطاره، لا ده مش شطاره طبعا، من اللي خده من اللي جابه يعني، شطاره من احمد عبد الباسط. شطاره من احمد عبد الباسط، لكن الناس اللي طلعوا من جوه الغرفه بتاعت الفار شاطر بقى، خلي حد يصرف في الاخر معلومه سليمه ولا مش سليمه. يعني احمد عبد الباسط لما نيجي نحاسبه نقول له معلومتك سليمه ولا مش سليمه؟ هو يمكن كابتن بشير يقصد اللي طلع من اللي طلع من جوه من جوه من جوه بالظبط. مش وعلى فكره لا ده صراعاتهم في اللجنه. ايوه ده صراعاتهم في المجال بتاع التحكيم فطلع إيه؟ التسريب. لكن خلينا برضو نقول برضو ايه الكابتن محمد عادل قال ايه ده بصوتي الطبيعي لازم ده على المحكمه ادانا المرجعيه. طب لحظه واحده متى سافر اتحاد الكوره؟ ما هو نيابه محضر تحقيقات، خد لك بقى لو نيابه لازم تقوم بدورها. ولا نيابه ولا محضر ولا تحقيقات ولا ده هيحصل، وانا معاك اهوت الايام الجايه تشوف. بس الطبيعي لازم يدافع عن نفسه. هو بسهوله اتحاد الكوره من غير نيابه ومن غير اي شيء، ما التسجيل مع اتحاد الكوره هو اتحاد الكوره انت تسمع له نفس؟ لا طبعا في الحاجات دي انت عارفها. ولو غلط كان طلع اتحاد الكوره هو ده ضرب غطس. ومن امتى ضرب غطس؟ من امتى؟ من ساعه كاس الامم هو ده ضرب غطس تحت الارض. طب كالعاده انا عمال افتش على الارض. هم بيطلعوا لما منتخب مصر بيكسب بس، من ساعه كاس الامم ومن ساعه سفريه فرنسا اللي هم رايحين المطار يعني فاكرين يضحكوا عليهم بالكيو ار كود. فاكر الليمبي؟ فاكر الليمبي اللي كان مستخبي بوشه كده انت طلعت يا ليمبي؟ فاكر انت كلكم عرفتوني يعني يا حرام العظيم فاكر ده ربنا بيمثل بالناس دي اقسم بالله. يعني كل شويه كارثه وفضيحه وما بيردوش. بص ما بيردوش على حد يعني، حتى لو انت مش عايز تطلع ممكن وليد الحديد يكلم مثلا او بيشيل الكلام كراجل. لا انت راجل هتطلع في التلفزيون، فعايز وانت بتتكلم يكون عندك الحجه السليمه. فحتى ممكن هو ما يطلعش يعمل مداخله او يبقى ضيف ماشي اتفاهم ده يعني، لكن يقول له بس على فكره يا دكتور وليد او يا كابتن بشير التسريب سليم واحنا هناخد اجراءات رادعه، او التسريب مش سليم لان هو اللي مرجع هو اللي عنده الجهاز او نزيع التسجيل هو اللي عنده يا سيدي هو اللي عنده الجهاز اللي في المحادثه. مين اللي دخل قطع وسجل لا وطلع؟ لا ما هو اتحاد الكوره عنده الجهاز يا محمد، واخد بالي بصوتي تمام. عباسط جاب انفراد في مع ابراهيم فايق مثلا، مين بقى اللي هيقول لنا؟ اتحاد الكوره. هو اتحاد الكوره ده مثلا يعني اهميته بس اتحاد الكوره سؤال اهميته اعلى كم من رابطه الانديه الانجليزيه اللي السنه اللي فاتت كان في مشكله في ماتش ليفربول وتوتنهام فزعوا التسجيل ببساطه. طب ما كلاتنبرج كان بيزيد التسجيلات بعد كل جوله، ما تطلع تقول ده التسجيل مش كابتن محمد عادل بيقول دكتور وليد احنا طلع التسجيل. مين عندي شجاعه يعمل كده؟ واعترف بالخطا بالمناسبه احنا عندنا قطط اي قطه جمل. احنا عندنا اي موضوع لازم يتقفل عليه ويتكشم عليه وتسيب بعد. بص بعد ما كل الناس تتكلم وكل الراي العام يبني صوره وبعد ما كل الناس والدنيا خلاص يعني كله هتخد رايه يطلع بقى
يطلعوا بموضوع تاني. اسمع محمد، في الافلام العربي بيجي الواحد طول يعني طول الفيلم بيعمل مشاكل وجرائم وبعدين بيتطهر وبيجي يتوب في اخر الفيلم. تمام. اتحاد الكره مش هيلبس الجلابيه كده ويتوب. مش مقبوله يعني اصلا التوبه. هتطهروا من والله العظيم يطلع يعترف. ايه المشكله والله؟ وهنسقف لهم نقول لهم ماشي انتوا غلطتوا. لا هو ماله، هو في الاخر هيقول الحقيقه وياخد قراراته. التصريح يعني ده مظبوط في ناس هتتذبح، مش مظبوط في ناس هتتذبح. كل بس لحظه واحده بس. هو اكيد مليار في الميه مظبوط. هو كابتن محمد عادل انا هحترم رايه والحقيقه برضه ما اقدرش يعني يعني في الاخر هو بس انا اقصد لك كابتن، انا عايز اقول لكابتن محمد عادل حاجه، ما فيش حد في نجد الحكام طلع دافع قال التسريب غلط مثلا. يعني لو التسريب غلط ايه اول حاجه هتعملها اتحاد الكوره رجل الحكام؟ التسريب غلط بيان. والصحيح اهو بيان، حتى لو ما قلتليش الصحيح لازم يزعلنا. انا افترض حتى لو ما قلتش الصحيح، هم حتى ما قالوش الاقل، حتى لو ما قلتش الصحيح بس بيان ثلاث اسطر، بيان للراي العام ما نشر او ما تم تسريبه كذا كذا غير صحيح وانا احتفظ. قفلت القضيه مثلا. مش لا مش موضوع قفلت. على الاقل انت ايه؟ انما انت سكتم بكتم. يبقى الكلام ايه؟ هو سكتم بكتم. انا عايز اقول لك انت محمد عادل سكتم بكتم الاتحاد واللجنه معناه انه الكلام صح. انت عارف بقى لنا ثلاث ايام بنهايتي حد نطق الخطير ايه يا استاذ محمد وكابتن بشير؟ الخطير في تصريح كابتن محمد عادل انه ما دام طلع يتبرأ قوي كده ويقول القضاء، معنى كده انه عارف ان اللي اتذاع مصيبه. يعني لو ده اثبت بقى انت نفسك اول واحد بتعترف انه مشكله كبيره اهو. اصله شاب. يعني انت عارف هو لو عادي يعني ايه التسريب ده يا وليد؟ هو قصد في عدم تطبيق قانون. انا قلت لك دي خضرة لفيت بجسمي، قلت لك لا دي زرقاء ضللت الناس، ده قصد. فهو عشان كده عارف انه عمل حدث جلل، لكن الحقيقه موجوده عند الناس المسؤوله. هم فين؟ هي دماغ الواحد بتلف دلوقتي يعني. اطلع فاصل على ما دماغك تظبط والله. ونشرب كوبايتين قهوه كمان. كان لسه في مصيبه من كام يوم بتاع التقرير. مصيبه ايه ده؟ احنا بتاع التقرير بتاع ماتش اللي هناك في الامارات. الاستخبى. استخبى ايه؟ ده قال لك سلمه هناك وسلمه هنا، وهنا قال لك التقرير ضاع. ده بطلع على الواتساب يا كابتن بشير. كارثه. ده انت لو قعدت جبت ورقه كده، انت مش عايز ورقه، انت عايز ضفط. ده من ساعه جواب الاتحاد الافريقي بتاع ملعب الاهلي والوداد. ايوه. ساعة عقوبات حسين. أيوة. الشحات والشيبي. ايوه. من ساعه العقوبات بتاعه المدربين مش عارف، ومن ساعه التقرير اللي انت بتتكلم عنه في ماتش السوبر، والنهارده مشكله لا ده مواضيع مواضيع. يعني انت عايز دفتر تملاه بالمصايب، وكلها مصايب ما ينفعش هي مش بس كل مش اخطاء اداريه بس. مواقف جامده. وعقد فيتوريا مواقف جامده كلها. ده جامده جدا. عارف جامده جدا جدا. يعني كان عمرو دياب له اغنيه اسمها جامده جامده صح؟ ايوه جامده بس. ده لدرجه ان احنا نسينا التسنين يعني عادي. موضوع التسنين لا ده تخيل عقد فيتوريا. انت مالك قد ايه بتسمع مشكله التسنين؟ شهر تسريحات موضوع التسنين ومشاكل التسنين وفرقه 2009 من الكابتن علاء نبيل. لا في بالنا دي من بن بنتكلم في شهر مثلا. شهر تقريبا. اكتر يعني. اكتر صح اكتر. لان انا حتى وانا هناك في الامارات لما قابلت الناس بتاعت الكوره اتكلمت في القصه دي، وكان قبلها مصار قبلها باسبوعين ثلاثه. فانا السوبر الفاينل بقى قد ايه؟ اسبوعين ثلاثه. اسبوعين. حتى هي طلعت من الاتحاد يا كابتن علاء نبيل نفسه اللي يعني انتوا اللي بتعترفوا. الاهلي لفت نظري امبارح في البال اللي عمله لحاجه مهمه جدا. قال لك انه طالب بالتحقيق. فقعدت افكر كده، ده احنا بقى لنا شهر ونص بنحكي، وليه يا صاحبي ما تحققش في الموضوع ده؟ يعني لما فرقه 2009 الكابتن علاء بيقول لك 70% ولا 80% من اللعيبه اللي موجوده فيها مضروبه اعمارهم، يبقى مين اللي ضرب الاعمار؟ الانديه. اكيد. الله طبعا. طيب بس الانديه بيجي لها ورق. بس يا باشا الانديه ضربه صح؟ والمنتخب عنده مشكله مش عارف يشارك في البطولات اللي بيكشف عليهم بالحاجات الحديثه مضروبة. كلها. طبعا والله ولا حديث يا كابتن. ده جهاز اشعال قديم خالص. ايوه دخل كف ايده هيعرف من العظم. بس كابتن بدر رجب طلع قال لك ده فيش حد غير الاهلي بس اللي ما عندوش تزوير في كل المرحله دي. تصريح خطير جدا برضه، لان ده اتهام لباقي الانديه كلها. يعني كابتن بدر مدير القطاع الناشئين في الاهلي لما بيقول هذا التصريح، سيبك بقى انه اهلي او زمالك او بتاع، بس هو ده اتهام منه للانديه كلها. كل الانديه الثانيه. بس هو ما خصش حد. ما خصش. بس ده اتهام في الاخر خطير. لازم الانديه تنتفض ولازم اتحاد الكوره ينتفض. انا افتكر ان فلما الاهلي عمل البيان امبارح كده انا ففي كلمه هو فين التحقيق؟ هو صح فين؟ انا قلت الله ده انا بقالي شهر ونص عمال نهري في الميديا. ما حدش فكر يحقق؟ ليه؟ يعني ما هو ده لا هو لو حققه هيبقى ده الغريب. لا بس انت خدت بس لفت انا كانت تايهه مني. ما ولا الهوا صح؟ ولا الهوا كانت تايهه منك برضه؟ كانت تايهه منك برضه؟ انا افتكر ان السنه اللي فاتت احنا قعدنا نتكلم ونتخانق على في الميديا
بس احنا ما خدناش بالنا فعلا انه مفيش تحقيق اتعمل. حاجه غريبه جدا. لا ما بصناش ازاي ده، عشان احنا اتعودنا على كده خلاص يعني مرور الكرام. لا بعدين مشكله تركب على التاني انسى التانيه. بالظبط كده. يعني يخش قصه محمد عادل هتنسينا التسنين. التسنين نسانا التقرير. التقرير والجوله الثانيه هتلاقي مصيبه اكبر هتنسيك التسريب. بس والله ما تعملش تحقيق، حاجه غريبه جدا. وانا بقول لك المفروض اللي يتكلم في الكلام ده ويتحط له بقى شابوه عليه اللي هو ايمن الشريعي، لانه فتح الموضوع ده من فتره كبيره. كان في لعيب برضه مزور او ازاي واثبت وبتاع ومحدش سمعه وهاته كتير. ده الشريعي حقنه، ده كان معايا هنا في حلقه. ده هي دي الحلقه. بقول لك ايه، ده راح هو النيابه وراح هو فتش على الواد وراح هو جاب الورق. اه والله، وعمل ملف وراح بين اسم الشرطه وخد الناس وجاب عيله الواد وجاب اصل شهادات ميلاده وان هو ضارب وكده عائلي وكان ليه اخ معرفش توفى وليه الواد ده وصغير هتحط باسم اخوه والواد راح ليبيا وقالوا جاب بص عشان يثبت اشتغل هو وجهه نظر حقق. وكل الملف ده بعته لمين؟ الاتحاد. للاتحاد رئيس الاتحاد رد عليه قال له الدرق. ايه بقى رد عليه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ ايه؟ صباح الجمال. كان ايه؟ كانت الكلمه ايه؟ نسائم الصباح. نسائم الصباح. بيقول لي لميت كل ده، بعته للاستاذ جمال علام على الواتساب وجاب الديب له كده. الاستاذ جمال علام قام باعت له ورد، عارف انت اللي بتاعت بتاع الصبح دي. قال لي ليه تبعت لي نسائم الصباح؟ رايق برضه. بس انا اعتقد يا شبانه ان الانديه ما بيبقالهاش دور في الموضوع الورق ده صدقني. يعني لا انا بس هو رد برضه قفل بالقضيه. لا سيبك من الرد ده. لا الاستاذ جمال علام برضه قفل القضيه. لا ولا حاجه، يعني انت بتقول ايه؟ خلى ايمن الشريع بص بقى قاعد في الاستوديو بيحكي لي عايز يلف ويخبط راسه في الحيط. قلت له بس الديكور ده غالي ارجوك. اللعيبه اللي بتبقى مسؤوله عن دي مش انديه، اللعيبه هو اللي تجيب ورقه وتجيب شهادات النادي عمره ما هيسعى يعمل حاجه زي مستحيل. لو واحد اتعاقب يا كابتن بشير كله هيمشي. بالظبط بقول لك مستحيل. لا ما الانديه مسؤوله. ليه يا فندم؟ ما ياخد الشهاده سليمه قدامه. اسمع مني طيب. اتفضل. دي انديه كبيره في الدوري الممتاز. حضرتك نادي الزمالك نادي عظيم، نادي الاهلي نادي عظيم، نادي الاسماعيلي نادي عظيم، نادي مودرن، نادي انبي، نادي بيراميدز، كلها انديه كبيره. حلو. وعندها امكانيات ضخمه. تمام. المفترض هناك اليات طبيه. صح كده بقى. انا دكتور بشري اهو اصلا من امتى بقى بشري. مش متقدمه حتى اي وحده صحيه. يعني قصدي ايه؟ وانت بتعمل الكشف الطبي على اللعيبه قبل بدايه كل موسم الناشئين وانت واخدهم بتروح تعمل له ال 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 على الرزغ ده اشعه الرزغ. معلش يا بشير ده انديه كبيره. ما بتجيبوش ميه للعيبه وبتتمرن الناشئين دول على فكره. ده العشاء ده بتتعمل في لوحدها ببلاش يا كابتن. انت بتقول لي اصل هتستف لي ورق. طب ويعني؟ طب انا اضرب فلوس واستف لك فاتوره. هو في حاجه اسمها كده؟ ستف لي ورق. اللعيب جاب لي ورق. بقول لك لعيب دقنه من كترها بره بقت تطلع لجوه. بقول لك الواد اللعيب مولد 2009 عنده كام سنه؟ ده 15 سنه. بقول لك دقنه مدلدله. بيحلق دقنه بيكحت كل يوم دقنه عشان يبان عيل. انت تشوف مني بيستلم الورق ده وفي القطاعات دي هتلاقي ناس يعني غير حاجه زي كده خالص. بيقول لك الواد اصلا ممكن يكون معاه عيلين وهو رايح ولاده. يا كابتن بشير اي وحده صحيه في مصر فيها جهاز اشعه. معاك. المراكز الصحيه الصغيره بتتعمل مجانا. والله مجانا. ما ترفعش المسؤوليه على الانديه. بس الطبيعي يعمل ايه؟ اتحاد الكوره يعمل تحقيق فوري. بشير التابعي لعب في 2009 ومحمد شمال لعب في 2009 ووليد حيد لعب في 2009 ودول مسننين او مزورين متم تسجيل اعمارهم. على طول النادي يتحاسب اللي بشير بيلعب له، النادي يتحاسب اللي شمال بيلعب له، اللي وليد لازم يا بشير ما هو لازم يكون في رادع في قرارات. اكيد. ليه؟ عشان اي واحد يفكر يغلط ما يغلطش. ما انت بتمنع الغلط بالردع. مين اللي عنده الجرأة يعمل كده؟ هو احنا يا جماعه ما انا بقول لك هو طيب وما فيش. بنتكلم في ايه؟ حد بيطلع حد بيتكلم حد بيواجه؟ ما فيش. هو احنا دي يا جماعه انت بتتمادى بقى. ايه جرأة ايه؟ ده الف بيه كوره. ايوه انا معاك. بس مين اللي عنده الجرأة بتاع الف بيه؟ ما هو بيستخبى كله بيستخبى. عشان كده انا بتمادى. انت ما بتعاقبنيش بقى بكرر وانا بقول اشمعنى انت وبكرر زيك. لو انت عملت زي ما بتقول كده يا شبانه زي ما انت بتقول ده هنعمل تمثال بقى تماثيل للانديه اللي بتاخد قرارات رادعه مع اللعيبه النجوم. طبعا. يعني لما نادي ياخد قرار رادع مع لعيب نجم نقول له بقى شابوه. هو الاتحاد بيخاف من الانديه. ما يقدرش يحكم عليه. اللي فيها خوف. اول مصر شريف. يا كابتن النهارده يا كابتن النهارده عندي منتخب ده انا رايح العب في بطوله شمال افريقيا. يعني لو سمت هذا التزوير دي فضيحه بجلاجل الجلاجل. من احنا في اسم البلد. بجلاجل الجلاجل. ده البطوله بعد كام يوم. العادي. فلو هم راحوا بالفرقه دي واكتشف التزوير هناك كتبه فضيحه بجلاجل. ما هو تكمله للمسيره اللي شغاله. ايه الجديد يعني؟ ايه الجديد؟ يعني دي اللي بايظه بس؟ ما كل حاجه بايظه. انا مش غيظني غير زي ما اتحققش فيها. زي ما خدتش انا ما خدتش بالي ازاي.
كان زمان حظيت على الهوا مشوا العيال الاسبوعين اللي فاتوا قبل ما يخش موضوع محمد عادل ده. ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي الاهلي خد باله ما خدش بالي؟ ازاي ده هو رماها كابتن بدر اهو ايه اللعيبه ده قال تصريح بص كوميدي. لا كابتن بدر بقول لك احنا في لعيبه بنشوفها بتحلق دقنها تقعد تكحت في دينا. قال لك في لعيبه تانيه بتلعب بس اولاد عمها ولاد واحد مش هيت بلاد اخوه يعني مثلا انت بتشيل التبع ابن عمك اسمه ايه محمد مثلا محمد ماشي محمد مثلا يعني فاللعيبه فانت يقول لك محمد انت ما تردش ما انت بشير بس مقيد بس في الورق انت باسم محمد انت جايبين شهاده ميلاد ابن عمك وحاطينك بيها وانت ناسي ما انت مش اسمك الله حاجه لوز جدا حاجه ف طب دلوقتي عندنا حاجات كتير بسرعه كده عشان في اطار الهزار اللي احنا فيه يعني هو ايه حكايه الدوري ابطال اوروبا ده ريال خسر النهارده كويس انك فتحت خسر من ميلان 3-1 على ارضه في سانتياجو يعني شاطر بس الاعصار بتاع فالنسيا ويعمل لنا ما اعرفش ايه ويقعد يشتغل لنا في الحواديت اللي شو دي ماتش برشلونه اثر كتير وبعدين ماتش برشلونه اثر كتير ايه برشلونه يعني اثر هم اذا مش هتاخدوا حاجه السنه دي برضه برشلونه انا ريال ده برشلونه ده بص هيزيد سبعه في البرنابيو ورا بعض يضايقوا برضه هيزيد في الريال دلوقتي سبعه اه والله الريال تاريخ ده 4 في 3 الريال تاريخ ما ده برشلونه محطوط عليه بقى له 4 سنين هو شايفين قدامهم عادي خلاص خلاص فليك ويامال جالكوا طيب. بقى خلاص الموضوع خلص لا النهارده بس النتيجه اولا مانشستر سيتي يخسر 4-1 من مانشستر سبورت طب خلاص بقى يبقى مش ما استغربش بقى الريال وكل ما استغربش عادي بقى مال ده ومال ده مال الباقي كسب ما هو لا احنا ما نرجعوا الباقي احنا ليفربول كسب 4 بنتكلم عن عظماء ما ليفربول كسب 4 عظماء برضه ليفربول كسب بقى يمشيها بس نتائج بص بالنسبه للريال حتى يوفنتوس تعادل بالعافيه مع ليل وكان متاخر دوليل مكسر الدنيا هو الاف في موضوع لشبونه والسيتي ده ان مدرب سبورتنج لشبونه اللي هو روبن اموريم ده اخر ماتش وهيروح يمسك مانشستر يونايتد فطبعا هو بقى بيقدم لمانشستر يونايتد ضرب لهم السيتي العدو 4 بس هو ما يعرفش ان جوارديولا هيطلع عليه ده لما يروح يمسك مانشستر فما كانش من مصلحته يكسب 4 ويستفزه يعني تيجي فوق دماغك لما تروح بس بيقولوا قطع مانشستر طبعا طبعا عمل جيم كبير هو الراجل كتير قوي برضه 4 قوي على ده كان 1-1 الشوط الاولاني ده هو السيتي كمان اللي سجل الاول وبعدين لشبونه جاب جون في جون وبعدين الجول التعادل كان ثرو باص كده يعني هجمه مرتده وبتاع و3-1 ضربه جزاء للسيتي ضيعها دخلت اهو كل شويه الموبايل 10-2-1 10-3-1 10-4 يا عم في ايه هالاند كان فين لا مفيش حد ما كانش موجود كان بتاعه السيتي ده ضربه جزاء بتاعه دنيا سمير غير اسمها اسمها ايه اللالالاند ولا اللالاند ارب لالالاند بدل هالالاند يبقى اتفرج بقى بقى اللالاند عارف فكره اللالاند اتفرج عليهم بقى هيعملوا ايه الفتره الجايه هيكسروا عظم الناس الريال خد علقه كروان لا فعلا ميلان النهارده دخل انا في مانشستر عشان السير ريال هيرجع للريال برضه ميلان بهدل ريال مدريد النهارده ده اليوم ضاع في 10 دقايق هاتريك يعني كوره كده براسه وانفرادين وكوره مين احسن والله الريال هو خسران ولا الميلان هو كسبان لا الميلان كان احسن النهارده والله كرة احسن كرة والله الريال ما كانش موجود بس الريال غريب بقاله ماتشين ثلاثه فتحس ان في فوضى في الملعب في ايه امبابي جه بوظ التركيبه يا كابتن ليه بوظ التركيبه لا, لا 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 مش عارف عارف ليه شلوت هو بصراحه واحد من اثنين يا فينيسيوس ايوه ما هو الاثنين مع بعض نفس القصه بالظبط طبعا ده ما ينفعش ولا يمكن تاثير الكره الذهبيه اللي ما خلاش فينيسيوس لا ما من قبل الكره الذهبيه هو برشلونه كان قبل الكره الذهبيه 4 ده بس انت بس في حاجه غلط يعني هو واحد من الاثنين في مبدا في الكره في اي حاجه هي ما دام ماشيه ما تلعبش فيها السنه اللي فاتت الراجل بنزيما كان مشي من معاه فعمل لك جاب بيلينجهام حطه في النص رودريجو وفينيسيوس كسروا الدنيا اكتسحوا اوروبا وكسبوا كل الفرق الكبيره وخدوا الدوري الاسباني وعملوا كل حاجه وفينيسيوس وبيلينجهام كانوا ممكن يمشوا الريال كله ويجيبوه وفينيسيوس وبيلينجهام الاثنين مرشحين لكره ذهبيه طبعا ايوه عشان عايزين يماركتوا ده موضوع تسويق ماشي خلاص يبقى تحطه في الحته المناسبه ليه يعني ما ينفعش ان انت عشان تسيب فينيسيوس ومبابي في الملعب تبوظ تركيبتك لا بيلينجهام بقى بيلينجهام انت عايز نقعد واحد من دول مستحيل ما انت بتعمل ايه طيب لا مستحيل انت بتخسر يا كابتن مستحيل عارف عامل زي بيراميدز مع فرق التشبيه طبعا عندنا هنا يعني فرق قوي يعني فرق لا كبير. انا بتكلم على الفكره مش على التشبيه طبعا يعني اسف يا مبابي والله بقصد اسف يا انشيلوتي ما ينفعش الصديق وجولا وبعدين مبابي وفينيسيوس ما ايجولا انت جبت ايجولا هو بيلعب ايه وينج ليفت كسر الدنيا مع سيراميكا فين في الوينج ليفت وانت اشتريته عشان هو كسر الدنيا فين في الوينج ليفت
طيب انت جايبه وعارف ان عندك ابراهيم عادل وعارف ان عندك رمضان صبحي حلو، فاضطريت تلعبه ايه وانجرايد حته تانية. ما جاش لا باظ الفرقه، ما جاش بيروح لبره الملعب، ما هو مش عارف بس ما جاش، ما زي ما بقول كده باظ الفرقه. مصطفى فتحي اساسا كمان بقى تعبان، مستواه نزل لانه متضايق ما لعبش، وعبد الرحمن مجدي ده مكانه، واضطريت تمشي زلاكا اللي هو راح تألق في سيراميكا عشان تفضيله مكان، وجبت رمضان حطيته في النص، وجبت رمضان عايز تلعبه في النص وبقى يتخانق عشان ليه مستحقات، ما بقاش مستحمل بقى بيتلكك، ما كان يروح ختافي ابراهيم عادل وكان زانه كسر الدنيا وانت بتلعب باجوبه. انا بديك نفس التشبيه يعني مع فرق التشبيه، اقصد نفس الفكره. انت النهارده عندك الوينج مهما كان النجم مين، يعني صلاح نجم النجوم في الوينج رايت صح، خلاص حتته، هتجيب احسن، هتجيب بقى في اكس مين تاني في العالم ممكن يجي في مفيش، ما هو في الوينج رايت اعظم حد في العالم هو صلاح، بعد صلاح مثلا بعديه رودريجو مثلا، يعني هتجيب رودريجو تعمل بيه ايه، هتحطه فين، هتضطر تودي ناحيه الشمال ماشي تاخد منه او تودي او تحط رودريجو في اليمين تاني صلاح ناحيه الشمال، خسرت اسطوره صح، مظبوط خسرت الاثنين. هو اللي بيشتري بقى اللي بيجيب مين، يعني في بيراميدز مين بره، لا دي ناس اكيد عارفه هي بتعمل ايه ولها مصلحه تانية في حته التسويق والماركتنج وحاجات زي كده. لا ما هو اكيد تمام بيريز لم فلوس جامده في مبابي طبعا 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 طبعا، ده بيبيع عليه سنين قدام، هو كان عايز ده طبعا. يعني عايز اصله صرف كتير في الملعب. طب هو فينيسيوس مش عارف يبقى الشخصيه دي، يعني فينيسيوس ما عندوش كاريزما، لا هو للاسف يعني صح؟ يعني هو لو مبابي مكان فينيسيوس هو كان عايز خليفه كريستيانو، عايز يعمل خليفه لكريستيانو، ففينيسيوس ما ادالوش دي، مستحيل طبعا، يعني فينيسيوس ككاركتر ما يبيعش، لا ما يبيعش، لا هو بيشفطر على طول، حاجه شفطر لا مش يعني كاريزما، ما بيكملش اول ما يحصل مشكله ومشفطر على طول ويتخانق ويتضايق وعايز يمشي النهارده هو كده بقول لك عايز امشي، كل الناس مش بعيد والله، انت مش بعيد باللي بيحصل ده، في كلام انه اخر موسم اللي جاي مش ده يعني اللي بعديه وهيمشي، ده لو جاله حاجه بقى ايه مبلغ كبير جاله مليار يورو، ما اكيد هيدفع فلوس قد كده، مليار يورو في عقد عنده كام سنه الهلال ولا ايه، عنده كام سنه الهلال، هو طبعا بيتقال الدوري السعودي بس هو الاقرب هيبقى الهلال، قال لك الصندوق السيادي مش هيتحمل، مش قادر، لا لا هو بالنسبه له التسويق ل 2034 ده يتحمله 1000 لا فينيسيوس، اصل فينيسيوس صغير هيروح في ايه، يبقى مش هيروح يعني غير الفكره، لا فينيسيوس كام سنه، فينيسيوس 25 26 مش اقل من 26 لا مش كبير، هو بس جسمه قليل شويه، يعني يلعب 7 سنين طبعا، يلعب 10 سنين بس ده يروح مش يلعب 10 سنين، يلعب سنه واحده ويبطل، لا هو والله هيلعب سنه واحده ويبطل، دلوقتي فينيسيوس وينج ليفت وصلاح هيروح وينج رايت، في كلام ان صلاح في لا يروح الهلال، الهلال ده في كلام ان صلاح السنه الجايه رايح الاهلي ان شاء الله يجدد، انت لا هيجي شهر، ما انا هنتكلم في قصه دلوقتي، شفت هو هيجي شهر هيروح الاهلي شهر، احنا هنظبط مع الهلال ومع المستشار التركي قال الشيخ صلاح يعني صلاح هيجي انتقال داخل هيجي شهر بس في كلام انه جاي له عرض خيالي من الهلال صلاح، هم متمسكين بيه، هم ناس يعني يا جماعه بترسم لقدام، هو بجانب البوم اللي هيحصل ان صلاح لعيب عربي اصلا مصري طبعا، فاوريدي يعني طبعا كريستيانو نجوم كبار وصلاح اصله هيبقى ليه طعم خاص كمان في المنطقه، عشان عربي كمان ومطرق على الفتره الاخيره وعالمي بقى دلوقتي على مستوى العالم كله، فصلاح هيبقى حاجه بصراحه النهارده اسمه محمد في الدخله واللي هو الاغنيه اللي بيغنوها قبل كل الناس شايله لجماهير ليفربول شارات صلاح وصور والكوفيات عليها صوره، هو الموضوع مش موضوع كره بس كمان صوره ليفربول خلاص اسطوره. طب سؤال الوقت الهلال لو صلاح وينج رايت وفينيسيوس وينج ليفت وتحتهم نيمار نعمل ايه بقى؟ يروح يلعب في اوروبا بقى تحتهم نيمار نقفل بقى وخلاص والباقي بقى الواد الفيرود بتاعهم اسمه ايه اللي هو متروفيتش نقفل نعمل ايه تاني؟ اقفل يا ريس. وبعدين كنت هقول خلينا المستشار التركي للشيخ يجيب لنا لعيبه الهلال، كنت ناسي ان الهلال هيشارك في كاس العالم لا هو كمان هيشجع الاهلي قلبه مع الاهلي، لا انا كنت نازل الهلال، طب ناخد من النصر ومن الاتحاد جده ومن الاهلي جده الوقت انت مش عاجبك اللي انا بقوله ان الاهلي هيجيب صلاح ومرموش عايز تغير لوائح البطوله علشان تظبط غير ايه؟ ما هو سؤال سيبك من البطوله، هو انا لو جبت لعيب وايدته وبعد شهر مشي يبقى الانتقالات ممتده، ما هي نفس فتره الانتقالات، هل يسمح له هيروح بدوله ثانيه؟ اللائحه بتسمح يروح في نفس الفتره لناديين، لازم يقضي معاك فتره انتقالات على يا باشا انا جبت لعيب ومشي هنعمل اكسبشن يا دكتور لحظه انا دلوقتي الدوريات بتبدا ب 1/8 تمام، انا اشتريت لعيب في شهر 7 بس في نفس فتره كده الصيف لعب 1/8 تمام لعب اكتشفت ان انا مش عايزه لا مشيته في نص 8 تشيله في دراعات في البيت لحد شهر 1 ايوه مفيش في فتره ما ينفعش يلعب في نفس فتره القيد في ناديين، لازم يستنى فتره القيد اللي بعدها
ليناير. هو بدي الصيفيه والشتويه ده ما كانش حد غلب بقى كانت. طب فكرنا لما احنا نعرف انفنتينو يوضح لنا دي يعمل لنا دي يعني شوفوا لنا بقى انفنتينو. لا عادي انتوا قادرين على دي ممكن نغيرها والله قادرين عليها والله العظيم قادرين عليها يا شباب اقسم بالله مقدور عليها اللي هي نظبط مع انفنتينو. طبعا عادي راجل يخترع لائحه جديده تسمح. انا عايز اقول لك انفنتينو ما صدق ميسي مثلا كسب بطوله كده في امريكا قال لك بس هي دي البطوله اللي بتاهل كاس العالم تعالى عشان تعالى ميسي عشان الناس طبعا الماركت طبعا. طب انا سؤال طب ما ايه المانع يتعمل كده والله اعراض الشهر بتاع البطوله ما زال زال هاند بول صعب صعب ما زال هاند بول اللي صعب هو يقدر يعمل هاند بول حاجه والكوره حاجه ما ينفعش ده كده بيدمر التدمير دول 32 نادي تخيل لو 32 نادي كل واحد جاب اربع خمس لعيبه عشان البطوله وبعدين أيوة. فسخ ما لا ما البطوله يجيب ورايا دكتور غير ايه لو في لوائح للكوره انا بتكلم لو هو عمل دي استثناء في كاس العالم للانديه عشان يقوي كل الانديه وكل انديه فيها نجوم والفروق الفنيه مثلا اوكلاند سيتي عشان الماركت جاله اوكلاند سيتي ده شارك مثلا في كاس العالم بحكم ان هو بطل اقيانوس هيشارك صح. طب هو خسر 6-2 من العين في الماتش اللي قبل ما يقابل الاهلي اللي تاهل بالعين للاهلي. طب لا في مجموعه فيها مثلا ليفربول او فيها تشيلسي او فيها مانشستر مش هيشوف سيتي فيها هيخسر كام بقى من ريال مدريد عادي. ما هندوراس بتكسر 5 و6 و7 في كاس العالم ده هو خسر 6 من العين هيخسر كام من ريال مستويات قوه 11 ما تدي له فرصه يا اول نفسه محمد انت هتغير لو واحد كوره ايوه يقدر يغير مش السبب ايه يا دكتور السبب ايه السبب الماركتنج عشان الفلوس يا كاس العالم دي معموله ليه سؤال كاس العالم معموله بطوله علشان مكاسب عشان يعوض الانديه أيوة. فكره اللي لما اوروبا هاجت الانديه الكبيره عايزه تعمل السوبر المنفصل ده لو تفتكر من 3 4 سنين فاكر لما ريال مدريد تزعم سوبر ليج فهو سوبر ليج فهو انفانتينو فطن ان هو فجاه ممكن تفك منه فبيعمل لهم بطولات تعمل لهم بس فلوس بس كبيره ما عشان تعوضهم اشتري اشتري لعيب عقد سنه ونص اشتري لعيب 6 شهور لكن مش شهر البطوله ويرجع انت على فكره يعني انا ببوظ لك الحلم ليه يا دكتور كده انت كده خرجت كده خرجت كده ما ينفعش يا ساتر يقوم عليك حد كده دم تقيل يا ساتر وحش يا دكتور هتنفع برضه هتنفع والله بص هو انفانتينو قبل كده رئيس باصم لك اي حاجه يمين بس انا رسمتها مع كابتن رمضان السيد بس خلاص انت حطيت التشكيله صلاح اسمع بس صلاح وينج رايت ومرموش وينج ليفت وتحديد تريزيجيه في نص الملعب حلو مع امام مع مروان وعندك فيرود استنى بس استنى لا بس ما تنطش كده بس يا ما هو امام ومروان فين في الناس دي لا خلاص بقى انت بتتكلم لا 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 مفيش لا انا لا اقبل غير الاهلي لا لا انت كده بقى يا دكتور مش فير والله ما فير في ارباح هنجيبهم مصريين صلاح ومرموش وتريزيجيه ومحمد عبد المنعم ماشي عبد المنعم دلوقتي خلاص وهنجيب 3 محترفين عشان ندي فرصه لاشرف داري وحطيت الله اجانب او علي معلول 3 اجانب انا قاعد محتار نجيب مين 3 اجانب من المنطقه بتاعتنا بقى اقول لي اجيب الباكرايب بتاع المغرب اشرف حكيم لا الوداد هياخده بنفس الفكره خلاص بقى ما احنا بنجيب اللي احنا عايزينه بقى برضه اخواتنا مش عايزين نغلس عليهم لا نغلس مصلحتنا اهم يا جماعه حكيم هيلعب في البطوله مش ينفعش لا مع باريس ما كده كده باريس سان جيرمان هيلعب لا احنا عايزين الناس اللي مش هتلعب يعني الهلال هيلعب ما اقدرش اقول لعيب في الهلال لكن قول لي مين في النصر مين في اتحاد جده مين في انديه مش هتلعب مش هيبقوا يعني مطرقعين قوي يعني كريستيانو ورونالدو مش مطرقع لا مش كريستيانو بقى مش لدرجه كريستيانو ساديو ماني ونعيد بقى ثنائيات صلاح وساديو ماني في ليفربول ونجيب فيرمينيو من اهلي جده صلاح هيعترض على الكلام وتبقى بص ليلة يا عمده صلاح هيعترض تطلع فاصل يا نهار ابيض وفي كيسيه بتاع كابتن بشير تخيل التشكيله بجد بص لا بشير لا بشير تابعي اساسا دماغه ضربت من القصه بتاعت محمد عادل وبعدين دخلت دلوقتي في التشكيله الاهلي مع التسنين هطلع فاصل بس عشان تشرب فنجانين الاول نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم طب صديقنا معالي النائب علي حماد بعت لي رساله والله عضو مجلس النواب بيقول لي مساء الفل يا سياده النائب الحل الوحيد لان محمد عادل يخرج من الازمه دي هو بنفسه يذيع التسجيل بتاع الفار اللي هو عمله ازاي هيقول ايه عليه علي يقول ايه مش هو بيقول ما قلتش الله طب هيجيله ازاي هو هو نفسه صح فهمت كده دلوقتي يطلع يحط التسجيل بتاعه على السوشيال مش انت بتقول ما قلتش هو ما معهوش يطلب من اتحاد الكره اذاعه التسجيل طبعا ما ده اللي قلناه هو صح كده طبعا
مادام انت والله فكره ده لو يعني الكلام أصل بتاعه اصل الاتحاد وانا الناس مش هتستنى بقى تحقيقات النيابه وده وقت انت المفروض تاخد قرار فوري النيابة. ايه اللي داخل النيابه هو بيقول لك هو اللي طلب الصحه وهروح اعمل محضر واروح النيابه ومحمد عادل عمل ده لسانه كتابيا ولا فيديو للقاهره 24 لا لا تصريح تصريحات بعد بعد ما اتذاع التسجيل طب ليه لازم يدافع عن نفسه يا جماعه طب ماشي انا اقصد هو فعلا النيابه عليه حماد معها اطلع انت بقى الاكونت بتاعك على السوشيال حط التسريب الحقيقي انت بتقول ده مش صوتي مش ده التسريب يعني اللي حصل هو بيقول كده طب حط بقى اللي حصل انت صح. طالما صح. الاتحاد متخلي إيه عنك ولجنه الحكام سايباك كده وانت بتقول ده مش صوتي فلو ما عملتش كده يبقى صوتك هنطلع نحييك ونعتذر لك طب سؤال يا شباب انا بس معلش يعني هل في حاجه بتقول ان هو يتعاقب لو قال حاجه مع بيتكلم مع البار وقال حاجه وعمل عكسها في الملعب هل في حاجه بتقول اتحاد الكره اللي يعاقب ايوه لا انا بسال سؤال ايوه اللي في حاجه تقول كده رايك معناها ان انت غيرت ضميرك ودي كارثه انت بتقول الكره دي مش بينالتي انت يخرب بيتك بتجيبني ليه وقام لافف يمكن ممكن يقول لك انا عادي فكاهه بهزر معاه دي تسجيلات ايوه انا ماشي ما قلتش حاجه ما انا بقول حاجه مصائر انديه وماتشات وبنالتي في اخر في الدقيقه 96 لا احنا مش عايزين الدوري يتلعب كده ولا يكمل لا انت 500 مشكله انت ما ينفعش تقول كده وده برضه ما هو لو ده حصل بيهزر يعني ده بقى ما ايه تفسيرها يعني ايه تفسير انت بتقول انت كحكم قناعاتك مع الفار لا دي جول وتقوم لا انت اللي خلاك تجيبني الكره دي جول وقمت لافف تيت مش جول الله او يدينا يعني يطلع مبرر بتاعه طبعاً ان يعني هو حسبها بناء على ايه مثلا يعني هل فعلا هي القانون بيقول ان هو قال انت عارف لو ما كانش علق يا كابتن المشكله ان هو قال قناعته خلاص كحكم والحكم ده قاضي الملعب يعني هو بيقول لك ايه ثبت في قناعه القاضي كذا استقر في ضمير القاضي او قناعه القاضي كذا فاصدر الحكم يعني هو بيبقى قدامه 100 لائحه بس اللي بيستقر في ضميره هو اللي بيحكم بيه في حد بيعرف يزغرط في الاستوديو في انا ما بعرفش زغرط عندنا في الاستوديو اصل في اتحاد الكره قال حاجه قال بيان انت اللي سخنتهم يا شمال دلوقتي انت اللي طلعتهم لا والله برضه في القناه 24 ابعت لكم يا شباب اهو التصريح خطير جدا مهم جدا طبعا انا الازمه جداً جدا جدا يعني ده بص يعني قنبله غير متوقع الاستوديو اتكسر استاذ جمال علام للقناه 24 هنفتح التحقيق في الموضوع ده ما انت قاعد تتكلم على التحقيق من ساعتها اهو الراجل اهو بقى ما بكتبش خبر خلاص هيفتحوا التحقيق مع مين؟ انا مش مصدق ده هو ما كانش لسه اتفتح يعني كل ده ده احنا بقالنا 48 ساعه بقول لك كل ده محمد عادل راح الاتحاد محمد عادل جاي من الاتحاد ده سالوه في التحقيق مش احنا بقالنا 48 ساعه كده ايوه انت مش بتسمع كده بقالنا 48 اهو سيتم فتح تحقيق لمعرفه المسؤول عن تسريب التسجيل خلي بالك التسريب دي يعني معنى كده انه صحيح بس ده جاحد ما قالش تزوير جاحد اللي سرب جاحد بجد هو فكره بس هو ما قالش تزوير يعني المفروض يقول ايه المفبرك تسريب مفبرك بس بقول لك سيتم فتح تحقيق لمعرفه المسؤول عن تسريب هو دي مشكله اتحاد الكوره انا بقترح اتحاد الكوره يعمل لجنه وتنبثق منها لجنه وتنبثق منها لجنه وايه لجنه كبيره هتنبثق لجنه صغننه زي بتاع الشنكل بتاع ارض النفاق لما كان طيب يعني الله يكون في العون افتكر كلامي خد بالك انا والله العظيم الـ 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 المشاهدين والمتابعين بتوعنا عشان تبقوا عارفين هم اللي بيبعتوا لي اي حاجه تنزل تك يعني هم قاعدين بيعدوا معايا البرنامج في اكبر فريق اعداد في مصر والله يعني عندنا ملايين اشكرهم على الهوا بشكركم جدا بجد اه والله الناس مش ملاحق انا قاعد على يعني يا جماعه ببص على الموبايل ليه الواتساب ما بيسكتش تك 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 وكل واحد عنده يبعت يعمل والله الماتش ده والمشكله دي تاثيرها لسه قدام افتكر كلامي هتشوف قدام مين هم ماشيين كلها لا مش الاتحاد هتشوف الانديه اصبر الاتحاد ما لوش دعوه القصه دي شوف بقى هيحصل ايه قدام والله هفكرك الباب العالي هيعمل ايه الا ما شفناش ده في عهد بريرا اللي كانوا مطلعينه اسوا رئيس لجنه في تاريخ البشريه ما بريرا؟ شفناش ربع ده ده كلاتنبرج كان بيزعلهم كلاتنبرج ده خسرناه الفار ما عجبهمش بقى الحكم يعمل ايه غصب عنه عارف ان كل كلمه هيقولها هتتذاع بالظبط ماشي طبعا. ميري ما يهزرش انا بقول لك اهو دلوقتي ايه بيعضوا كلهم كده صراحه يا كانت اقل من اقل الفترات اللي فيها مشاكل تحكيميه كانت فتره كلاتنبرج صراحه يعني ما كانش لازم يجي له حقه
كل اسبوع انت بتشوف زي على فكره انجلترا بتعمل ده من بدايه السنه بيطبق بيذيعوا كل اسبوع القرارات التحكيميه وسبب كل قرار كده جلاله الملك مسك هناك جه حكام اجانب قال لك احنا ما بناخدش فرصنا مش مظبوط بيحصل لا ادي الفرصه للحكام المصريين بتوعنا بتوع البلد يلعبوا بيبهدلوا الدنيا طب ايه الحل نمنع طب انا هقول لكم حاجه نبعد بها بقى عن اول ما الف مبروك يا عم انت الزمالك عمل متحف انا شايفه خبر مهم والله حاجه حلوه بس طبعا مين بقى صاحب الفكره ما اكيد المجلس بصراحه محيتهم عليها لانه اصل الانديه الكبيره بتعمل متحف صح لا لا متحف انا عشان انا زرت في اوروبا متحف انا رحت بتاع برشلونه وريال مدريد برضه يعني تخيل انت بتبقى واقف مثلا وانت راجل زملكاوي وعاشق انت حياتك كلها زمالك مثلا وبعدين تشوف مثلا اول فانيلا الزمالك كسبها اول دوري بتشوف جزمه مثلا كابتن حنفي بسطان او بتشوف كابتن حماده امام في الجون الفلاني او بتشوف اول كاس كسبه الزمالك او اول بتاع الفرقه بتاعتك اللي بتحبها حاجه جامده صح كانوا عاملين زيدان تمثال يحيي عليه نادي الزمالك وانا بدعو جماهير نادي الزمالك ان هم لو فاتحين دلوقتي الجمال العموميه انا بتدعو بس عشان ما تلبسهمش لا لا لازم ما هو لازم يكون في استفاده تسويقيه بعد كده هم الاول فاتحين بعد كده طبعا لغايه ما يعلنوا بقى هم يفتحوا للجمهور يعني فين بقى متحف الكره المصريه يا استاذ محمد يعني فين متحف تاريخ لازم الكره يقفلنا. ده انت عندك تاريخ مش يعمل متحف البرنامج ده كل اللي بيطلعوا فيه دلوقتي بقى عاملين زي محمد شبانه كده لازم بص ما يسيبش فسوه ما بيسيبوش ده كويس والله العظيم يعني بيسلط الضوء على حاجات مهمه جدا يعني اي حاجه تتعمل يعني والله العظيم اتحاد الكره هيفتح تحقيق بالساعه 12 او 2 بالليل مش عايزينه من اتحاد الكره بعد 72 ساعه هم دول يا دكتور للتسريب. اشرف صبحي لو سمحت لو سمحت يا دكتور اشرف يبقى يتعمل متحف لتاريخ الكره المصريه يبقى الدكتور هيعمله على طول بس والله والله مفيش امل في اتحاد الكوره بينفذ مفيش امل في اتحاد الكوره والله لا. العظيم ان شاء الله الاتحاد الجاي يعني يبقى فيه امل بس احنا كان عندنا في الاهرام الرياضي الاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه كان سابق عصر طبعا كان جامع حاجات موجوده وانا رئيس تحرير المجله كنت موجوده لغايه دلوقتي يعني مثلا الفانيلا اللي حسام حسن جاب بها جون في الوصلنا كاس عالم ماتشات ماتشات مهمه اللي وصلنا كاس عالم موجوده ما عندنا في الاهرام الرياضي جمع حاجات وكان هو كان فكرته هيعمل متحف او هيعمل حاجه مهرجان او حاجه يعني حفله والفلوس هتروح لعمل خيري مش فاكر كان ايه كان سابق عصره برضه انت لسه كنت فعلا سابق عصره والله كان دماغه فكري وقتها باب علاقاته يعني اكلم مثلا كابتن حسام حسن بعت له الفانيلا اكلم معرفش مين بعت له ايه كده فانت تخيل اتحاد الكره المصري صحيح يعني كل التاريخ العظيم للكره المصريه يعني ال 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 انت كده انت كده بتنورهم لحاجه يعملوها تبقى حاسس انا عايز اقول لك ايه اصلا مش هتلاقي في حاجه هو الحاجات دي فين في الاتحاد هو يقدر عشان ما تتحسب لهمش يقول لك يا باشا هي فين ما هو ده مخازن وده تاريخ انت لازم تبقى مجمعه طبعا هي فين يعني بدله تدريب الكابتن جوهري اللي وصلها عادي ممكن ينزل يجيب بدله من الموسكي ويقول لك ده بتاع كابتن جوهري عادي لا وحد هيحاسبه والله العظيم فما تنورهمش يا شبان عشان ما يسيبوش حاجه زمان الماركه بتاعت فوكس فاكرها دي في متحف شعراوي فاكرها شعراوي ده معايا في مجلس الشيوخ النائب احمد شعراوي لا هو ده هو ده راجل صديق محترم بليد المحل بس والله العظيم كان عامل شغل مع البلديه ده كان مدير فني كان ماركات لا غلط وعمل كل حاجه ده كان مكسر مع البلديه هو اللي مطلع عماره وياسر رضوان واحمد فاروق ابنه احمد فاروق ابنه راح كرم عم مجيد واسامه حامد اللعيبه اللي لو ده انا فاكرينه اسمائهم لغايه النهارده طبعا عشان هم كانوا معلمين يعني ناس معلمه في دماغ الناس انا متذكر ماتش كان فيرود اسمه اسامه حامد صح طويل انا فاكر كان 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 في اهلي وزمالك بيتخانقوا على الدوري وبتهيألي اخر ماتش لو الزمالك كسب البلديه ياخد خمسة الدوري 5-2 من وين؟ ولو الاهلي لو الزمالك تعادل والاهلي كسب الاهلي ياخد الدوري 5-2 والماتش في البلديه في المحله حته ماتش ايوه من وين كسح الدنيا حته الماتش لو الزمالك تعادل والاهلي كسب الاهلي ياخد الدوري ولو الزمالك كسب الزمالك هياخد الدوري كان فرق ببونت وقت حاجه كده 1-0 1-1 فاكر 1-2 وبعد كده الماتش كله 5-2 الزمالك كسب 5-2 بس ماتش يا وليد لا البلديه كانت فرقه انت فاكر ما شفتوش الماتش ده لا فاكر طبعا لا هتلاقي على اليوتيوب الماتش اتفرج عليه ماتش مهارات ايه راح بعدها مين اكرم عبد المجيد الزمالك و لا بس ماتش كان لا جاي طبعا كوره فاينل والله البلديه عملت كوره عارف زي السيراميكا دلوقتي كده على فكره السيراميكا كده باللعيبه المهاريه بالشغل باللعب المفتوح البلديه كانت كده هو كان عامل فرقه كويسه قوي كان متبني الناس يعني يا راجل كان فيها ياسر رضوان وعمار مش هنعرف احنا كنا نعرف الناس دي وقتها البلديه اللي عرفتنا النجوم دي كلها ياسر رضوان طلع دوري الماني من هناك وعماره عماره لا عماره راح من الاهلي لا عماره رجع عماره رجع الاهلي هانزا روستك مظبوط
احمد فاروق كان لعيب كوره، بس احمد كان بيتعور كتير مش طبيعي، اصاباته كانت كتير، هو كان ضعيف بس كان لعيب مش طبيعي، هو كان واكرم عبد المجيد طبعا قناص، واسامه حامد واسامه حامد لا اكرم عبد المجيد ما اشتغلش على الدنيا لما جيني معاه ما اشتغلش ليه يا كيميا بقى يا لهوي ف كانت فرقه جامده جدا الحقيقه دي. بمناسبه اللبس بتاع الموسكي انت بتقول لي فكان زمان فوكس مكسره الدنيا، كان المنتخب بيلبس الماركه دي. ايوه طبعا فاكر التيشيرت هاند بول كمان، انا لعبت هاند بول فتره فوكس دي كانت كل الانديه تيشيرت الاديداس فوكس بالظبط. انت فاكر التريننج والله كاس العالم اللي هو كان ابيض وعلي كده وعلي علم مصر ده مثلثات من الجنب كده ايوه ما فيش شاب تيشيرت واحنا في اعدادي ولا في ثانوي كنا ما كانش شاري البتاع ده، كلنا رحنا اشتريناه زي المنتخب فوكس فاكر انت فوكس والسويتشيرتات والترنجات لا هو كان الرواية كسبع عصر برضو ابني سميته فارس وبدأ لعب قوله فوكس فيعني اقصد ان الحاجات ده الاتحاد الكورة عنده مخزن مجمع فيه هذا التاريخ عشان يعمل متحف، وحتى النجوم الكبار يعني انت لو جيت تعمل المتحف ده واحد زي كابتن حسام حسن على فكره انت ممكن لو انت لو فتحت مع النجوم مع النجوم هيدوك حاجات عنده يعني مثلا حكايه عز امام مثلا عيله حماده امام وجده كمان الكابتن يحيى امام من اول يحيى الحريه امام وبعدين كابتن حماده امام وبعدين كابتن عز امام يعني هي العيله مرتده هتلاقي كابتن حازم امام عنده حاجات من جده وابوه يعني وهيبقى هو مبسوط طبعا حاجه طبعًا يعني حتى في مطعم بيخليه كابتن طه اسماعيل طبعا هتلاقي في حاجه كابتن خطيب تخيل كابتن خطيب كابتن طاهر ابو زيد عنده متحفه الخاص تخيل مثلا حسن كابتن حسن شحاته طبعا كابتن فاروق جعفر كابتن مصطفى عبده كابتن جمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد كابتن طارق لا ما هو تاريخ الكوره طبعا كل ده يتخيل عيله الكابتن شاذلي ابن الحديد كابتن الحديث ده انت عندك سلسله كبيره لا والعائلات يعني عيله كابتن شاذلي الله يرحمه هتلاقي عندهم حاجات الكابتن شاذلي طبعا هتلاقي حاجات عيله كابتن صالح سليم لا لا عيله كابتن صالح سليم طبعا لا لا في عندك المقومات كلها عيله كابتن حلمي زموره الله يرحمه احنا اقدم من ثلثين العالم في ممارسه الكوره يا كابتن بشير أيوه عندنا تاريخ احنا من العشرينات عندنا منتخب بيلعب ماشي ده عارف مين بقى اللي عمل القصه دي في الاهلي من 15 سنة وتولاه وقرر انه يعملها وعملها وجمع تاريخ الاهلي كابتن عدلي ولا مين؟ لا مال مين؟ سمير الاهلي عامل القصة دي من 15 سنة ده حقيقي عارف مين؟ الله يرحمه العمري فاروق لا ده برضو من الناس اللي الله يرحمه كانت سمعها مرهوش كده والله العظيم انا متذكر العمري فاروق جمع حتى يا كابتن بشير محاضر المجلس بتاعت سنة المحضر اللي فيه قرار إشهار النادي 1907 فكر مش موضوع فكر لا يبحث طيب يمشي ورا فكر هو ان هو بيفكر الحاجة زي كده وقسم وقال لك انا عايز اجيب المحاضر والسنين والقرارات اللي اتخذت وهم قرارات النادي وتسجيلها في المحاضر ازاي اساس بيتعمل حط التاريخ جمع التاريخ جمع التاريخ السليم عمل اساس للنادي الاهلي بصراحة يعني الهوية بتاعت النادي الاهلي وكل الرؤساء الاهلي وكل البطولات الاهلي وكؤوس الاهلي وميداليات الاهلي كل الكلام ده شباب انا طول عمر النادي الاهلي في الاداريات متفوق على اي حد بعيد عن اقصد اقول لك ايه الاداره العظيمه دي عشان كده الزمالك استحق التحيه على الفكره دي طبعا اللي فكر عبقري برضه متاخر لا ونكتب متاخر بس حلو الفكره جت كويس المجلس ده هيعمل ايه لسه ما كملش سنه يعني المجلس ده مالوش دعوه باللي فات اقصد يعني طبعا انما اي ميداليه اي يعني انت النهارده كسبت كاس دوري ابطال افريقيا في 2002 مظبوط الجول بتاع تامر عبد الحميد مثلا يعني لو انا قلت لك يا بشير هات الجزمه اللي انت لعبت بيها الماتش او الميداليه اللي انت طيب لو انت لا الميداليه اللي انت خدتها في البطوله مثلا وصلوا انت طيب برضو راحوا فين؟ راحوا لصحاب نصيبهم بجد؟ والله عادي ما عندكش حاجه خالص لا انا عندي حاجات كتير طبعا ايه بقى زي ايه؟ عندي ابرز حاجه ايه عندك في رايك؟ مباراه لاتسيو الايطالي كاس كسبناهم كان في على كاس انا خدت الكاس رحت بيه ايه في البيت والمصحف الشريف كاس الماتش ده اقسم بالله اجيب لك صورته دلوقتي خليهم بتتكلم بجد والمصحف الشريف يعني الكاس ده عندك طبعا وفنيرة السام ايه وفنيرة السام كمان بكره عندك يا كابتن خد الكاس الله هتحط في الماتش عملتها ازاي دي خلي حد كان يقول لي مثلا طلع فين ايوه عملتها ازاي خدته وروحت على طول ازاي زي الناس ان فرقه كسبت كاس تاخده وتروح بيه كده في العربيه ومشيت لا ارس ارس يا اخي متعبي في الليل واحده تاني يوم ما اقولكش فين الكاس يا بشير مين يجري يقول لي فين الكاس والله لا طب اجيبه لك يا شباب اشوفه
ولا اجيب لك صورته دلوقتي والمصعب شريف كمره بقى عشان ما يخرجش منك في المتحف. طب حد يفكر بس. طب ما تهدي لي النادي يتحط في المتحف. النادي مين بقى؟ نادي الزمالك. مين؟ بكلمك جد. لا سيبك من المجلس، انا بكلم انت بتهديه لقاء. لا بس مش هنشيل المجلس ولا حاجه، لازم للنادي. حاضر. ده دي خد بالك لفت يعني، انت النهارده ده تاريخ النادي. تاريخ النادي؟ اصل خد بالك الشخوص زي لون يظهر يعني. انت لو ليك ميداليه حلو، انت بس اخدت ميداليه دوري ابطال افريقيا زي مثلا او اي بطوله يعني، هو تخليدك طبعا. احنا كلنا زائلين يعني، لا ما حدش الحاجه بعد سنه بعد 100 سنه زائلين، لكن هو التخليد التاريخ كده يعني. يعني انت النهارده بيقول لك ايه متحف ما اعرفش ايه ميداليه مين اللي كسبها الدوري الاولمبي سنه 1900 كام في الاخر هي في اوضتك ما حدش بيشوفها كام 20 الراجل اللي كسبها ده سنه 1900 كام موجود مش موجود بس النهارده تظل ده قصدي فاهم ازاي ده الصوره ده المنشئ فكر فيها طب حر مش يعني انت حر لا خالص والله مفيش حاجه عادي عادي بس انا يعني لكن اقصد انا انت نموذج ليه انت كبشير التابعي انت اكيد خدت ميداليات كتير مهمه اكيد مع المنتخب او مع الزمالك او مع الزمالك عندي فانت لو اتحاد كوره فتح عمل كونتاكت مع مع النجوم بتاعه المنتخب طبعا هيئات والاف هيودوا صح ولا غلط لانه تخريج لنفسه كمان طبعا طبعا يعني كابتن مجدي عبد الغني قلت له هات الجزمه اللي جبت بيها الجول بتاع كاس العالم زي مثلا وتلاقي مثلا كان في نسخ 600 جزمه 600000 قال لك هي دي بيقول لك هي دي بس تخليد بس هو عنده التيشيرت مبروزه انا عارف هيدي للمكتب التيشيرت لا ابو سبعه كبيره ده طب طب هسالك سؤال بعد 100 سنه لو حد دخل المتحف ده ربنا طبعا يكون يعني هيقول البطوله دي او الماتش ده وتيشيرت مجدي عبد الغني اللي جاب الجول هيقوله سنه 90 منتخب سنه 1990 هتبقى 100 احنا 2090 طبعا هيقول له من 100 سنه اللي جاب الجون ده التيشيرت كان مجدي عبد الغني صح هو طبعا مش عارفين شخصيته لو عرفوها ممكن يكسروا مش هيكلموا خالص ممكن يقطعوا التيشيرت يا بول ده انا بهزر بس مجدي عبد الغني حبيبي عشره عمري يعني حبيب الناس كلها ودمه خفيف كابتن مجدي خد بالك كلام خدنا ده احنا الوقت جري فبنهني الزمالك على المتحف بصراحه حاجه فكره حلوه قوي شابوه بصراحه يعني لو هم لو يسمحوا بالتصوير احنا ممكن نعمل تقرير يعني الشباب يشوفوا كده مع اداره النادي نعمل تقرير على المتحف ده لانه الفكره يعني الاهلي عملها والزمالك عمل نفس الاسماعيلي يعملها والمصري الانديه الشعبيه اكيد ما كله هيبص لبعض الفكره الانديه الشعبيه لها تاريخ جماهيري صح دي صح يعني يعني اتمنى اتحاد الكوره زي ما احنا قلنا بعيد بقى عن الهزار اتمنى اتحاد الكوره يخطو يعني انا سيدي لو انا لو جيت كده انا لو جيت مسؤول في اتحاد الكوره اعمل لجنه ان شاء الله تقعد سنتين ترصوا تاريخ الكوره وهيفضل برضه باسم الناس اللي عملوه يعني هيحاسب في سنه 2024 فلان كده انا 2024 بقول لك اللي عمل ده من 15 سنه عمرو فاروق الله يرحمه شوف بنذكره وبنذكره وبندعي بالرحمه كابتن بشير شرفتنا ونورتنا والله يا شباب انا الوقت بيعدي معاك بسرعه والله في كلام كتير الواحد عايز يقوله انت بتكلفتنا دكتور وليد الحديث شكرا لك اسمع اصل انا بسيبه يعد في دماغه حاجات للفقره وبعدين انا فاجئه عليها تحوله بحاجات تانية خالص ممكن احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده بكره ان شاء الله في تمام الحادية عشر مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس الى اللقاء